parce qu'une personne trouvait que c'est une nouvelle attrayante. Vous voyez, mais maintenant il y a quand même une expertise. اليوم شهدنا انطلاقة الرسمية للدورة التكوينية الخاصة ببرنامج المندمج الثالث وعلى وجه التحديد يعني إعدادية الريادة. هذه المحطة التكوينية يستفيد منها ما يقارب 80 أستاذ وأستاذ منخرطين في هذا البرنامج موزعين على 5 يعني إعداديات ثانوية إعدادية، وكذلك يؤطرهم 10 ديال الأستاذ المفتشين الذين استفادوا بدورهم من دورات تكوينية على الصعيد المركزي وعلى الصعيد الجهوي. والآن نحن بصدد مضاعفة هذا التكوين لفائدة الأستاذة والأساتذة. هذا المشروع ديال إعدادية الريادة هو نفسه هي يعني مقاربة، نفس المقاربة المعتمدة على مستوى إعدادية الريادة في الابتدائي، واللي خلال الدراسات يعني التقييمية أبانت عن نجاعاتها وفعاليتها. أملنا إن شاء الله كذلك أن نسير على نفس النهج على مستوى إعدادية الريادة لنساهم جميعا في تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بمحاربة الهدر المدرسي والقطاع الدراسي كذلك، وكذلك تجويد التعلمات للتلاميذ من خلال توفير مختلف يعني الظروف الكفيله بانجاح هذا البرنامج، وكذلك توفير كافه الظروف الكفيله باشتغال السيدات والساده الاساتذه المعنيين بهذه الاعداديه. الشكر بالمناسبه موجه للسيد مدير الاكاديميه على اشرافه وتاطيره يعني قرب لهذه المحطه، وكذلك لكافه الفاعلين التربويين اطر هيئه التدريس واطر الاداريه والخدماتيه العاملين بالمؤسسات المعنيه، وكذلك لكل من ساهم يعني في إنجاحي على مستوى الإعدادي أو التنفيذي أو التخطيطي أو كذلك التقييم. إذن أملنا أن يلقى ما نقوم به أثرا مباشرا على التلاميذ والتلاميذ. والسلام عليكم ورحمة الله.